كيف حول دا سيلفا البرازيل من بلد غارق في الديون لبلد يقرض صندوق النقد الدولي؟ بلد فقير غارق في الفساد، 1% من سكانه يملكون نصف ثروته، اقتصاده منهار، فتضاعفت ديونه 9 مرات خلال 12 عاما، فهددها صندوق النقد الدولي بإعلان إفلاسها. كل ذلك إلى أن أتى رجل واحد صنع معجزة أدت لتحويل البرازيل من بلد مقترضة من الصندوق إلى بلد مقرضة له. تعرف على قصة نجاح ومعاناة لولا دا سيلفا في هذا الفيديو. ولد دا سيلفا لوالدين أميين يعملان في الزراعة، اضطر للعمل وهو في 10 بائعاً للفول السوداني وماسحاً للأحذية. حياته لم تكن سهلة إطلاقاً، ففي شبابه عمل في مصنع للصلب وتعرض لحادث أفقده إصبعاً من يده اليسرى. لاحقته المتاعب والمصاعب، فتوفيت زوجته بمرض في الكبد عام 1969. تلك الأحداث الأليمة التي مر بها أقنعت ابن الطبقة الكادحة بضرورة القيام بشيء لتغيير حاله وحال المواطنين الآخرين، وقرر الدخول في عالم السياسة للدفاع عن حقوق الفقراء، وانتخب رئيساً لاتحاد عمال الصلب الذي يضم في عضويته 100,000 شخص عام 1975، ليحوله من منظمة صديقة للحكومة لحركة مستقلة قوية. وفي 80ينيات القرن الماضي قام بتأسيس حزب العمال. في ذلك الوقت كانت البرازيل إحدى أفقر دول العالم وأكثرها فسادا، فسيطر 1% من السكان على نصف ثروة البلاد، وتضاعف الدين العام 9 مرات في 12 سنة، وانهارت قيمة العملة، واضطرت الحكومة للاستدانة من صندوق النقد الدولي، والذي أجبرها على فرض شروط قاسية للسداد تمس بحياة الفقراء وتدخل بشؤونها الداخلية، وهدد بإعلان إفلاسها إذا لم تسدد فوائد القروض، ورفض إقراضها أي مبلغ. في ذلك الواقع المأساوي قرر دا سيلفا الترشح للانتخابات، ونجح بالوصول إلى السلطة. أول ما قام به هو الاعتماد على الذات ورفض الرضوخ لإملاءات الصندوق، وقال كلمته الشهيرة: لم ينجح أبداً صندوق النقد إلا في تدمير البلدان. فرفع الضريبة على الأغنياء، ورفع الحد الأدنى للأجور للفقراء، وصرف لهم رواتب. اهتم بالزراعة والصناعة والتعليم. وبعد 3 سنين فقط عاد 2 مليون مهاجر برازيلي، ومعهم 1 مليون رجل أعمال أجنبي للاستثمار والحياة في البرازيل. وخلال 4 سنوات سدد كل مديونية صندوق النقد، بل أن الصندوق اقترض من البرازيل 14 مليار دولار أثناء الأزمة العالمية في 2008، وتحولت البرازيل من دولة متخلفة لدولة صناعية تصنع حتى الطائرات. وبعد أن أنهى دا سيلفا فترة رئاسته الثانية، طلب منه الشعب تعديل الدستور ليسمح له بالترشح لدورة ثالثة، وهو ما رفضه الرجل قائلاً: البرازيل ستنجب 1,000,000 لولا، ولكنها تملك دستوراً واحداً. وغادر الحكم. لكن بعد مغادرته غرقت البرازيل مجدداً بالفساد والفشل، وترشح يميني متطرف يدعى جايير بولسونارو للرئاسة. حاول دا سيلفا إنقاذ بلاده، وأعلن نيته الترشح للرئاسة مجدداً، لكن الطريق لم تكن ميسرة أمامه هذه المرة، فتم اعتقاله في شهر أبريل عام 2018 بتهم الفساد، وهي تهم يعتقد دا سيلفا والكثير من البرازيليين أنها ملفقة، وهدفها منعه من الوصول للرئاسة مجدداً، خصوصاً أن التهم لم تثبت عليه، وكان بالإمكان إبقاؤه خارج السجن حتى صدور حكم نهائي. بعد سجنه، خلت الساحة أمام اليميني المتطرف جايير الذي نجح بحكم البلاد مجدداً، لكن بعد 1.5 عام أفرج عن دا سيلفا، ومن معمل الصلب الذي بدأ حياته به عاد ليخطب بأنصاره، وتعهد بتحرير البرازيل مجدداً وإعادتها لسابق مجدها. فهل تعتقد أن دا سيلفا سينجح مجدداً، أم أن العالم لا يريد للبرازيل أن تنجح؟